كبرت يما ولسه طفلك، وببكي لما يوحشني حضنك بضعف في بعدك. انا دلوقتي الشعب المصري نجح فنانة استعراضية في فيديو وحب رقصها، والفيديو كان ترند، وانت طبعا كلكم شفتوا اكيد الفيديو اللي كانت بترقص فيه ده في السنتر ده، او بالدريس اللي هو اللي كان رصاصي ده او كده. فانا حبيت ان انا اقدم الوجبه اللي حبها الشعب المصري دي، الشكل الحلو ده، في عمل ليا، ادخله ادمجه مع عمل ليا باغنيه حلوه مع الفنانه اللي هم حبوها، فالاقي نتيجه كويسه. اول لما نزلت الكليب فوجئت بهجوم كبير جدا من الناس، انت ليه ومش ليه؟ انا بحب الناس، واكيد اللي بيعاتبني ده بيحبني عشان انا همه او هو عايز يشوفني في حته كويسه. ممكن انا شايف انا طالع من بيت متدين ووالدتي ست منتقبه او كده، فالناس عتبت عليا شويه في ده. فانا احتراما لرغبه الناس نزلت الكليب من غير الاورديان. انا شغال للناس، وعشان شغال ابسط الناس واعجب الناس في الاول او الاخر، كل شغل للناس. فلما لقى 40,000 كومنت او 50,000 كومنت على فيديو ضدي، فلازم اخدهم في الاعتبار، اكيد مش هدي ظهري للناس دي كلها. انا انسان صدقني ماليش في الرقصات خالص، ولما بتطلع جنب الرقصة على المسرح مش موضوع بتضايق، بس انا ما بحبش احرجها يعني او اكسفها او كده، بس بفضل اكون لوحدي طبعا. لكن من بعد ما اتخذت، وبعدين انا في كلام كتير اذى امي، انا امي ست منتقبه وملهاش اصلا في الجو ده خالص، وملهاش علاقه بشغلي اصلا. وزي ما ذكرت في اللقاء مع والدتي من شويه، ان امي اصلا شويه ليها كومنتات كتيره على الموضوع ده. فازاي انت وامي بتشوف الكومنتات؟ اكيد مش بتعاتبني فيها، بس هي بتتضايق طبعا نفسيا، ان هي مالهاش ذنب في ده. فغالبا ان انا يعني هحد من الكلام ده خالص، هقلل منه كمان، حاول اعمل حاجات بعيد عن ده شويه.